معنا اتصال. استاذه ايمان، الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. بس سمحت يا عم الشيخ، انا كنت تعبانه وجوزي مستحملنيش. كنت تعبانه؟ اه. يعني تعبانه ومستحملنيش خالص، مش مصدق ان انا تعبانه. تعبانه عندك ايه يعني؟ ما رحتيش للمريض، عفوا، ما رحتيش للدكتور؟ لا رحت، كنت الاول يعني بتمس قبضي وبفضل اصوت واصرخ. مسروعه يعني؟ مش عارف، ما رحت عند ناس كتير وما عملوش حاجه. طب السؤال دلوقتي، يعني طلبت الطلاق ماشي ومعايا ايه؟ ماشي. حرام عليا يعني، طلقت وقعدت مهلاي. حاضر، اجاوبك اجاوبك في عجاله يا استاذه ايمان حتى نرجع لسؤالنا. انت حضرتك بتقول لك مريضه، الحبيب صلى الله عليه وسلم امرنا ما خلق الله من داء الا وجعل له دواء، تداووا عباد الله. انسان مريض او مسروع او الى غير ذلك، كالمراه التي اتت الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسرع، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى لها أن يشفيها، فقال لحبيبه إن صبرت على ذلك فلك الجنة. قالت يا رسول الله أصبر، ولكن حينما أسرع أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف، يعني كاد يكشف عنها سقيها وغيرها إلى غير ذلك، يعني الجسد يكشف وغير ذلك. فسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لها ألا تكشف أو تتكشف، ماشي. فبالتالي يجب على الإنسان أن يتداوى. طب قضية الطلاق، أنت حضرتك بينكم ما ولد، يعني حولي الحياة يا أخوانا مش هكون وردي على طول، مش هتلاقيها يعني زي ما احنا بنقول بامب كده على طول، فيها سعادة وفرح وسرور وأمل وحياة وغنى زي عبد الحليم وأم كلثوم زي ما احنا بنغني. لا، الحياة فيها متاعب شوية وفرح شوية، حزن شوية، سعادة شوية، جراح شوية، أمل شوية، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وده كان موجود على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نساء امهات المؤمنين كان يغارن على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، سيدة عائشه كانت تغار على سيدنا، حتى من السيده خديجه وهي لما لقت ربها، يعني لما مات كانت سيدة عائشه تغار منها. لما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة عائشه مشكله، فذهب الى سيدنا ابو بكر الصديق لاتى به، فقال لا تكلم يا عائشه، قال تكلم انت يا رسول الله ولا تقول الا حق. فضربها سيدنا بكر الصديق وطمع على خدها، فأخذها الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا بكر ما جئت بك لهكذا، وأنهى الحبيب الخلاف. انظروا إلى رحمة سيدنا الرحمن الرحيم، انظروا إلى رحمة الرحمة الرحيمة، انظروا إلى معاملة سيدنا النبي. معنا اتصال. أم محمد، ألو. السلام عليكم سيدنا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. بص حضرتك يا شيخ، انا فكرت بيت وعليا دين، اقسم بالله العلي العظيم انا ما بنام، عليا دين وعليا جلسه في الدين ده بكره 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 بالظبط. طيب سيبي رقمك في الكنترول يا محمد. حاضر حاضر، نسال الله سبحانه وتعالى ان يسد عنك، اللهم امين يا رب العالمين. السؤال صال. استاذ كريم، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. فضيلة الشيخ، اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. ازي حضرتك؟ الله يكرمك ويبارك فيك. زي والله انا كنت بسال حضرتك سؤال، انا جلس معايا احد الشباب وسالني سؤال وانا ما عرفتش اجب عليه. بيقول لي هات لي ما يثبت في السنه او القران ان في خطبه اسمها خطبه الجمعه. إيه؟ حاضر يا سيدي. فانا عايز حضرتك الجواب الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القران الكريم. الله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وبالتالي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة، ماشي، مش الخي، الخو بالضم، بضم الخاء، خطبة أي يتقدم رجل لزوجته، خطبة بالخاء بضم الخاء
الخطبة الذي يقوم بها الخطيب ويخطب على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صحيح كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة، ثابت في الصحيحين صحيح الإمام البخاري وفي الصحاح كلها الست، البخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود، هذا ثابت عن سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على هذا وعلى هذه الخطبة. وإن فاتت الإنسان وفاتته الصلاة يصليها الظهر، فالقرآن موجود فيه والسنة موجود فيه، إنما أصحاب العقول الذين يريدون يعني برضو احنا بنتكلم في رأيه يريدون إعمال رأي، يقول لك يعني يتشبثون بآراء الغربيين أو المستشرقين أو الذين يعني يريدون أن يطعنوا في القرآن والسنة، يقول لك هات لي هو موجود، يقول لك يعني زي ما واحد يقول لك إيه هات لي الأذان من القرآن، تقول لي يا عم ده ثابت في السنة وفي القرآن، يقول لك فين؟ هو مش عارف، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وإذا ناديتم إلى الصلاة أي أذنتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لكن هو مش عارف أو هو يعني يضلل أو يطمس الحق لهوى في نفسه، ولذلك الفاسد عاوز الناس كلها فاسدة زي يقول لك يا عم الحاجة لا، وأنا أخش النار لوحدي ما أخذ مجموعة معايا. وأصحاب الإيمان الضعيف الإيمان الخاوي يرحبون بهذا بل ويؤمنون بهذا بل ويساندون هذا، طب ليه؟ أنت ستسأل وهذا سيسأل وأنا سأسأل وغيري سيسأل. فخلاصة القول يا أستاذ كريم أن هذه الخطبة ثابتة بالقرآن كما ذكرت في سورة الجمعة يا سيدي، وتسميت بسورة الجمعة، وثابتة في الصحيحين وفي الصحاح كما هو ثابت عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. معنا أم نور. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي أم نور. لو سمحت، هو يجوز على الأرملة الأضحية؟ يجوز على الأرملة الأضحية؟ الأضحية، ولو أنا يعني قادرة إن أنا أعمل أضحية، ولكن في أيام زوجي كنت قادرة إن أنا أعمل الأضحية وأساعد ناس على دخول المدارس. حاضر. بشنطة بمصاريف بأي حاجة. حاضر. هل دلوقتي أنا قادرة إما أذبح إما أساعد أي حد بالنسبة للمدارس؟ القضية خاصة بك. أيهما أفضل بالنسبة لي، الأضحية ولا إن أنا أساعد الأسرة دي؟ حاضر. أي سؤال تاني؟ لا متشكرة. ماشي يا فندم. الأضحية سنة عن سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن أيضا، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين عليه الصلاة والسلام، فقال هذا عن أمتي وهذا عن محمد وآله، وهذا عن إيه؟ عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وثابتة وهي على القادر، يعني إنسان ما عندوش مال لا يستطيع أن يضحي فلا شيء عليه، لكن إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى سواء كان صغير أم كبير أعطاه الله سبحانه وتعالى مال وأراد أن يضحي فليضحي لا شيء في ذلك، سنة عن نبينا وعن نبينا إبراهيم، وفديناه بذبح عظيم. فبالتالي حضرتك أدرى أنك تسهمي في أضحية، تشتركي في أضحية كإبل أو غير ذلك، أي بقر أو جاموس أو إبل جمال أو غير ذلك، سبعة تجزئ عن سبع، حضرتك تشتركي في جزء منها، ولو معاك جزء تاني توزعيه على الفقراء وتجيب شنط و و و وتساعد في المدارس لا شيء في ذلك، يبقى أصبت إيه؟ السنة، وأصبت الخيرات والمسابقة في فعل الخيرات، فاستبقوا الخيرات. ماشي. طيب أنا يا مولانا معيش إلا مثلا المبلغ ده كل سنة إن أنا بضحي بيه، خلاص ضحي فتطعيمي، والإطعام أمر محمود وأحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى إطعام الطعام، والحبيب صلى الله عليه وسلم وقف على مشارف المدينة عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، ماشي، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام،
وأحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء في الصحاح إطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا سنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طيب أنا يا مولانا معيش إلا فلوس، إنما بساعد بالفقراء والمساكين، أجيب شنط والتعليم وكلام من ده. طيب ده بباب العلم أفضل وأحسن، إن أنا ساعد عيل يتعلم أو أسرة فقيرة مش قادرة، هذا محمود وهذا محمود، إن استطعت أن توفي بين الأمرين فالأمر أيسر وجميل، ولك الثواب في هذا وذاك، وإن استطعت أن تفعلي في هذا فلك الثواب، وإن استطعت أن تفعلي في هذا فلك الثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك اللهم أمين يا رب العالمين. معنا اتصال أستاذة إيمان. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. عاود الاتصال يا أستاذة إيمان مرة تانية. إذن ايه كمية ايذاء المشاعر التي حدثت لهؤلاء الاطفال، او التشهير في الاحتفال؟ انا ارجو يعني من السادة ان هم حطوا عنوان الحلقة على الشاشة، لان هذه قضية مجتمعية لابد ان ننتبه اليها. التشهير الذي يحدث بين الزوج والزوجة، دي بتشهر بيه وده بيشهر بيها، والله سبحانه وتعالى منعنا من الإيذاء اللفظي والجسدي والنظرة التي تؤدي إلى الإيذاء والوعيد الذي يؤدي إلى الإيذاء. الله قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. هذه عادة واردة على من الغرب علينا، كل إنسان يريد أن يظهر. يا سادة أقول كلمة لله، حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور، انتبهوا إلى هذا. طب لما استنى بقى، خد عندك، طب لما أنت تشهر بيه وهو يشهر بيك، بيؤدي إلى انتشار الفحشاء في المجتمع. إزاي حضرتك لما تحتفلي على صفحة الفيسبوك مثلا على سبيل المثال، أو على انستجرام أو على اليوتيوب أو غير ذلك، إيه اللي بيحدث؟ بتنتشري وتسني سنة سيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الإمام ابن ماجه وغيره، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها استنى، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلما تيجي مثلا حضرتك سنت هذه السنه، ولا حضرتك سنت هذه السنه، ازاي لما تيجي تقدم لواحد يقول لك لا يا عم الحاج ده بشهر ده شهر بمراته اللي منها اولاد، اللي بينه وبينها رحم، ده هي شهرت بجوزها، ده يا عم فضحته، هو فضحها يا عم الحاج، ده شوف الفحشاء اللي انتشرت في المجتمع، يؤدي لعدم استقرار، زبزبه في المجتمع، أطفال يشردوا. والله قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول لك يا مولانا أنا حر، ما لم تضر، إذا كانت الحرية تؤدي إلى الضرر بالمجتمع أو إلى الضرر بالكليات الخمس لا يجوز أبدا البتة أن ننظر إلى هذه الحرية، تقيد. إزاي؟ إيه الكليات الخمس؟ الدين والنفس والمال والعرض والعقل والوطن. إذا أدى هذا إلى عدم استقرار وزبزبة في المجتمع لا يجوز، هذه سنة باطلة. يقول لك ده عرف يا مولانا، يبدأ بقى يتعرف عرف باطل. الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كمل هذه الآية بعد هذا الاتصال. معنا اتصال أستاذة سمية. ألو. فضل يا أستاذة سمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذينك وطي بس التلفزيون واسمعيني من التليفون. ماشي. اتفضلي. بسأل حضرتك، عندي سؤالين. الحاج عندي كان مريض بقعد 9 شهور في السرير، وعدى عليه رمضان. الله يرحمه. وهو ما صامش رمضان. أطلع عليه الشهر بحاله صدقة الدكة بتاعه اللي هو ما صاموش، ولا ربنا يسامحه ويغفر له عشان هو كان مريض؟ حاضر.
ده حاجة. تاني السؤال، أنا هو القبر بتاعه محتاج لترميم لأن القبر شكله مش كويس. تمام. فأنا قلت ممكن أوضب له القبر ده وأعتبره صدقة جارية. أو أعمل، وعايز أعمل كنبة كده عشان اللي عايز يروح يزور المقابر يقعدوا عليها، تعتبر صدقة جارية؟ حاضر. أي سؤال حاجة تاني؟ جزاك الله كل خير. طيب اتفضلي. أستاذة سمية بتسأل بتقول زوجها كان مريض رحمه الله، مرض مزمن مستديم، وهذا المرض أدى به إلى وفاته. في هذه الحالة متى يسقط الصوم؟ لو الإنسان مريض مرض شديد لكن هذا المرض شفاه الله سبحانه وتعالى منه، وكانت هناك فترة زمنية يستطيع هذا المريض أن يصوم، في هذه الحالة لا يسقط الصوم عنه. ليه؟ لأنه كان عنده فترة أن يقدر يصوم هذه الأيام، أيام رمضان أو شهر رمضان لفترة كله. طب يا مولانا هو مريض مرض شديد وفي آخر رمضان أو بعد رمضان بيوم أو اثنين أو ثلاثة أو غير ذلك، أو المرض تنام مستمر معاه فمات وما عندوش أي قدرة على أن يصوم هذه الأيام، في هذه الحالة يسقط عنه الصوم. لكن نخرج من هذا الخلاف يا أستاذة سمية، الله سبحانه وتعالى يبارك فيك، هو فطر الشهر كله، هذا الشهر من ماله تخرجي كل يوم عن كل يوم، تطعم عن كل يوم مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. حضرتك تعملي 30 وجبة فطار وغدا وفطار وسحور وتخرجيها، أو تقدري مثلا في اليوم كنت بتفطر فطور وسحور ب20 ب25 ب30 ب40 ب50 حسب ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك، أو ربنا سبحانه وتعالى يعني أفاض عليك من فضله وتقوم بإخراج هذه للفقراء والمساكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فحضرتك تطعمي عن كل يوم مسكين يا أستاذ سمية. السؤال الثاني، حضرتك بتقول القبر يحتاج إلى ترميم. نعم، إذا كان يحتاج القبر إلى ترميم رمميه، هذا من باب الوفاء والعرفان وحفاظا على هذا الجسد، فحرمة الجسد وحرمة الميت كحرمة حي، لا يجوز كسر العظام ولا إيذائه، لأن الميت يسمع ويشعر، الميت يسمع ويشعر بمن يزوره وبمن يتودد إليه. ودي لحكمة والله أعلم، حكمة والله أعلم بمراده. إيه الحكمة؟ خاطرة أتت إلي، هذه خاطرتي والله أعلم بمراده، أن الله سبحانه وتعالى جعل الميت يسمع ويرى ويشاهد هذا لحكمة، ألا وهي أن الله يريد أن يبين له ولغيره من الذين كانوا يتكالبون على الدنيا ويتصارعون على الدنيا ويستحوذون عليها وتركوا طاعة الله وطاعة رسول الله ولم ينفذوا أوامر الله ولا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لهم هؤلاء الذين أنتم يعني قاتلتم في هذه الحياة ويعني تصارعتم في هذه الحياة من أجلهم، أي الأبناء أو الزوجة، هؤلاء لا يأتون إليكم ولا يتوددون إليكم، فأنتم الذين أسأتم إلى أنفسكم، فانظروا إلى هؤلاء. وهذا يدل على نوع من الحسرة ونوع من العذاب الذي يقع عليهم. فاصل ونواصل فانتظرونا.